كم هو سخيف ومفاجئ كان ذلك الرحيل. رحيل قبل الأوان، اختطف في غفلة من الزمن العقل الأكبر الذي أنجبته الثقافة الفرنسية. كيف لذلك الرأس الأنيق المملوء بالأحلام والأفكار أن يتحول إلى مجرد رقم ضمن صفحة الحوادث؟ في كل مرة تبتلع الأمواج والحدود حياة مهاجر وتلفظه وكالات الأنباء كرقم لمجهول ضمن خانة ضحايا الهجرة واللجوء، أتذكر المفكر الفرنسي غولون بارت وقصة موته السخيف الذي جعل قامة موسوعية تنتهي بين عجلتي شاحنة. في كل مرة أطالع مآسي الهجرة واللجوء أتساءل، كم يا ترى من مشروع مثقف أو عالم أو طبيب أو مخترع اندثر بين عجلتي هذه الأزمة والمأساة؟ ما يصل إلينا كخبر عابر أو رقم لجثة وضحية هو في نهاية المطاف قصة إنسان ومشروع مواطن يبحث عن غد أفضل. رجال ونساء تجرفهم السياسة بتعرجاتها والحروب بوجهها القبيح نحو واقع أبشع اسمه الحدود. هناك على أبواب أوروبا يستقبلهم غولون بارت، الرجل الذي واكب حركة المفردات الناظمة للسياسة، تنبأ بخطوط المعركة السياسية بين يمين أوروبا ويسارها، معتبراً أن المجتمعات المتقدمة تصير أكثر زيفاً حين تتخلى عن استهلاك القيم. ضمن أدواته الفكرية ترك هذا العملاق مقولته الشهيرة، ابقاء شخص ما ينتظر هو امتياز دائم لكل قوة. أليس هذا هو الواقع اليوم عند جحيم الحدود الأوروبية؟ في نهاية المطاف هي لعبة جيوسياسية أطرافها حدود للموت وقصص إنسانية في انتظار محكمة التاريخ. بلغة من افتتن بمسرح الحياة يشبه غولون بارت التاريخ بكائن يتبخر، بخادم مثالي صنع لخدمة الأغنياء. لكن مهما أقبرت حكايا المهاجرين عند الحدود ستظل حكايا أخرى في انتظار من يرويها، لأن الجرائم في حق المهاجرين تقترف اليوم بالجملة ولا يمكن غدا أن تصلح بالتقسيط.